وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نتابعه الآن إلى مركز المنارة للمؤتمرات، وهذا الاحتفال الخاص في ندوة تثقيفية تحمل رقم 36 والعنوان إرادة وطن. 49 عاماً مرت، نعم 49 عاماً مرت على النصر. هذا المذاق الذي ما زال كل محب لهذا الوطن لا ينسى حلوه بكل ما تحقق فيه من انتصار على تحديات كانت تجابه هذا الوطن. نعم إنه المواطن المصري الذي لا زال يعبر ويبني ويحمي وطنه. تحية إعزاز وتقدير لكل أفراد القوات المسلحة المصرية وكل أبناء الشعب المصري الذي سطر هذا النصر وما زال يبني في جمهوريته الجديدة. إنها معركة للبناء والتنمية تستمر. إرادة وطن بشعبه ومخلصيه الذين تحدوا كل الصعاب للعبور من مرحلة الهزيمة إلى مرحلة النصر، النصر الذي شهد له العالم أجمع، حيث غيرت حرب أكتوبر الكثير من المفاهيم والاستراتيجيات العسكرية. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى استلهام روح نصر أكتوبر، فما أن تهل علينا أيام أكتوبر المجيدة، ويستشعر كل مواطن مصري بالفخر والعزة والكرامة لتحقيق النصر، وأيضا يواصل هذا الوطن بإرادة قوية وبسياسة حكيمة وبقيادة رشيدة إلى العبور إلى المستقبل بما يناسب هذا الشعب المصري العظيم الذي انتصر في أصعب المعارك وحقق حلما كان مستحيلا في نظر الكثيرين، ولكن هكذا هو الشعب المصري دوما يحقق ما هو مستحيل ويحقق النجاح والعبور دائما من مراحل الهزيمة واليأس إلى مراحل الانتصار والإرادة.